كابتن بنفس الوقت حتى الكادر مع الكابتن راضي شنيشري. اليوم الكادر اروح للمباريات اشاهد دورينا، اختار لاعبين، يعني بصراحة هذا اللاعب ممكن حتى بالمنتخب اليوم احنا جايين عاني بخط الدفاع. يعني انا بصراحة جدا عجبني الحارس المرمى اليوم، يعني هذا ما حد يذكره، يعني حتى على ركلة الجزاء كان باستطاعته يعني ينقذ المنتخب، سواء كان حسين حسن، سواء كان مكنزي، سواء كان حسين عامر، اليوم أدى مباراة جميلة وجيدة وكان مثابر. يعني أكو لاعبين أدى رغم أنهم مو من اللاعبين اللي كنا نعول عليهم لما مشاهديهم حقيقة مع المنتخب الأولمبي، لكن اليوم يعني حتى تواجد ترى حسين حسن بعد فترة طويلة من الاعتماد على كوميل يعني كوميل. فترة طويلة كانت الثقة والاتجاه يعني متجه بعيدا عن يعني حسين حسن، وبالتالي انه يعني ما قدمه صح كانت هناك بعض الاخطاء في المباريات الاولى، لكن انا بالنسبة لي اعذره يعني انه يتواجد من دكة الاحتياط لفترة طويلة ويتواجد بشكل اساسي. انا اشوف دي يؤدي مباريات على مستوى عالي، هناك بعض الهفوات تحدث في هذا المركز بسبب منظومتنا الدفاعية بشكل عام نبيل تعاني في هذه البطوله. ايضا المنظومه الدفاعيه عملها الثاني اللي هو الشكل الهجومي عندنا ضعيف، يعني اليوم يعني اتحدث عن جهه مصطفى وجهه مكنزي، بعض الحالات ممكن مصطفى صعد، لكن بشكل عام مو هذا مصطفى سعدون اللي كنا نداعي به حتى يتواجد مع المنتخب الوطني. انا احس يعني عنده نوع من الثقل من الحمل التدريبي، هل بسبب غيابه بالفتره الاخيره مع القوة الجوية؟ أحس مو هذا مصطفى. مصطفى واحد من اللاعبين الشباب اللي يمتلك مستقبل، أتمنى أنه يعود. من الجهة الثانية مكنزي، من أدخلنا مكنزي وطلعنا يوسف الأمام، لما نبدل هذا التبديل، عملية تواجد علي جاسم بالشكل الهجومي من هذه الجهة انفقدت. بشكل عام فريقنا في عملية البناء غير موفق، يعني حتى مع منتخب طاجكستان، ولذلك أنا دائما في منشوره يكون الاداء بعده اكو نقاط اكو علامات استفهام. احنا يعني الكرات اللي نحصل من عندها على فراس والاهداف اللي تحققت ما تحققت بعمل جماعي، ما تحققت باسلوب فريق، تحققت بامور فرديه بحالات فرديه معينه. لغايه الان الفريق كشكل كامل ما يعني لم يظهر. نعم هناك بعض الظروف الغير طبيعيه يعني لازم نقولها وهي امانه، انه اصابه لاوندي اثرت جدا على الشكل الهجومي.